الله المستعان. كيف هي الأوضاع في أورومتشي؟ كنت معنا قبل أيام دكتور يعقوب وتحدثت عن ما جرى، عملية الإغلاق الشاملة التي تسببت بعد حدوث حريق في قتل العشرات وجرح أيضا البعض من سكان مبنى في عاصمة تركستان الشرقية. كيف هي الأوضاع اليوم؟ هل ما زالت عملية الإغلاق بنفس الطريقة؟ بعد الاحتجاجات وبعد هذه الفضيحة المتعمدة في اشعال النار افتضحت وفتحت يومين تقريبا او 3 ايام، وبعد ذلك قالوا ان هناك نزول الثلج. الثلج دائما ينزل عندنا، عندنا برد قاسي ونزول الثلج ليس بشيء جديد. قالوا نزل الثلج ولا يمكن الخروج، خلوكم في منزلكم، اغلقوا مرة ثانية. وايضا بخصوص الحريق ذكرت هناك اضافات بخصوص القتلى. تفضل. كان القتلى كان 44 المؤكد. لا حول ولا قوة الا بالله. 44 هم ذكروا 10 فقط. وبعدين اشتعلت النار في الدور 14، اخبروا الحراس، حراس العمار هنا اخبروا، جاءوا شافوا النار. مفروض هم يعني يطفئون قبل ان ياتي فريق الاطفاء، حتى هم عندهم يعني خبراء. نعم. الراس بهذه الدرجة يعني ما يكون أغبياء، ما يعرف شيء، لكن ما تصرفوا شيء، بل قالوا أنت خليك لا تفعل شيئا، سيأتي فريق الإطفاء ويطفئ النار، لا تفعل شيء. هذا كلام معقول يا شيخ. وبعد ذلك أغلقوا المصاعد، الناس قالوا نريد نخرج، الباب مغلق، لكن حاولوا الخروج، مغلق مصعد مغلق. بعد ذلك أطفأوا الكهرباء، ثم أطفأوا الباب الطوارئ إلى السطح، لأن هذا الدور 14 إلى 21 إن اشتعلت النار، يعني من النزول من إلى الأسفل، أسهل إلى فوق إلى السطح. قالوا نطلع إلى السطح حتى ما نختنق من الدخان. السطح أيضا كان مغلق، والناس في الدرج ما في كهرباء، ما في إنارة في الدرج، باب الطوارئ. المرضى وكبار السن في الدرج يعني انصدموا مع الشباب والأقوياء، سقطوا وماتوا بالدهشة. شيء وصل الآن عدد القتلى تقريبا إلى 189، بعضهم في الدرج بالدهس وبعض المرضى المصابين. القتلى دكتور يعقوب 189 تقريبا. نعم هكذا وصل. قبل قليل قلت 44، هل هذا 44 كان يوم اشتعل النار؟ نعم جماعة ذكروا. بعد ذلك في ناس بالدهس في الدرج ماتوا أيضا. الذين أخذوا إلى المستشفى المصابين ممكن منهم يعني تقريبا ذكر لي هذا، يعني هذا خبر جديد يعني قد يكون غيره، لكن عموما في الغالب هو صحيح، قال 189.